بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي، مرحبا بكم في قناة درس إنجليزي مع مستر سعاد ربيع. إن شاء الله مكملين الوحدة الرابعة، الدرس الأول والدرس الثاني. معانا الـ Speaking و Writing Corner، صفحة يا شباب صفحة 193. بيقول لك إيه؟ عندك two dialogues، اثنين من المحادثات. عندك المحادثة الأولى بيقول لك Complete the following dialogue، كمل هذه المحادثة. هاني is suggesting، بيقترح going to the cellar، انه يذهب الى القلعة. فهاني يقول هاي نادر، shall we go to the cellar، اي رأيك نذهب الى القلعة؟ يقول له yes that's a good idea، هذه فكرة رائعة، هذه فكرة جيدة. يرجع هاني يسأل سؤال، يقول له we can، نستطيع go by bus، نذهب بالأوتوبيس. خلي بالك هنا من كلمة bus، دي وسيلة، يبقى بنسأل بمين يا شباب؟ بكلمة how. وعندك كان ده فعل مساعد، هنقدمه قدام عشان ده الفعل المساعد اللي بيجي بعد أداة الاستفهام، يبقى how can we go، كيف نستطيع الذهاب؟ هيقول له great. يسأله سؤال تاني، قال له صلاح الدين الأيوبي built it، صلاح الدين الذي بناها، يبقى من الذي بناها؟ يبقى هو. وعندك هنا مش محتاجين نجيب فعل مساعد في الجملة دي، لأن هنا الفعل اللي بيسأل عنه، يبقى هو built the citadel. بعد كده قال له why did he build it، لماذا هو بناها؟ بناها ليه؟ to، لأن هو جايب لك هنا في الإجابة to protect Cairo، to protect كايرو، لكي يحمي القاهرة. قال له to protect Cairo، is it a historic building، هل هذا مبنى تاريخي؟ يقول له yes it is. بعد كده معانا المحادثة الثانية، سما is helping a tourist سائح to get to، لكي يصل إلى البيراميدز، الأهرامات. فالتورست بيقول excuse me، معذرة، can I ask you some questions، ممكن أسألك بعض الأسئلة؟ هيقول لها yes، سما تقول له yes of course، yes you can، yes sure، كل دي إجابات بنعم. بعد كده تورس هيسأل سؤال، فسامة هتقول له the pyramids، الأهرامات، are in Giza، يبقى كان بيسأل بيقول له where. وعندك هنا are ده فعل مساعد يا شباب نقدمه، يبقى where are the pyramids، أين الأهرامات. رجع السائح سألها سؤال تاني، are they far from here، هل هي تبعد عن هنا؟ تمام، فهنسأل نجاوب نقول yes. وخلي بالك هنا هنعكس أول كلمتين مع بعض عشان نجيب الفعل مع الفعل المساعد، yes they are. فالسائح لها how can I go there، كيف أذهب إلى هناك؟ تمام، هندي له أي اتجاهات أو نقول له أفضل حاجة، the best thing، أفضل شيء is to take a taxi، إن أنت تاخد تاكسي. بعد كده تورس سائح قال لها سؤال، فسمعت لها قالت له is ancient Egyptian built them، من الذي بناهم؟ يبقى who built them، who built them. بعد كده يا شباب معانا صفحة 194، الجنرال اكسرسايزز، التمارين العامة على الدرس الأول والدرس الثاني من الوحدة الرابعة. يقول لك أول سؤال، بيقول لك complete the following dialogue، كمل هذه المحادثة. لازم نقرأ الأول الجملة الافتتاحية اللي هو جايبها لك ده عشان نفهم المحادثة بتتكلم عن إيه. بيقول لك a tourist السائح is asking you، عماد بيسأل عماد about the Karnak temple in Luxor. فالسائح بيقول excuse me، can I ask you some questions، ممكن أسألك بعض الأسئلة؟ فعماد أكيد هيسأله هيرد عليه ويقول له sure بالتأكيد. فالسائح هيسأله ويقول له where is Karnak temple، أين معبد الكرنك؟ هيقول له it is in Luxor، إنه في الأقصر. فالسائح هيقول له سؤال، فعماد هيرد عليه ويقول له yes it is far from here، هنشرب هنا يا شباب yes، وعندك هنا is ده فعل مساعد،
بنقدمه بقى ده السؤال بمعنى هل. يبقى is it far from here؟ هل هو بعيد عن هنا؟ فسأل سؤال تاني قال له by train، بالقطار. يبقى كان بيسأله how can I go there؟ how can I go there؟ فالسائح يسأله thank you so much، شكرا لك. هرد عليه عمالة يرد عليه يقول له you are welcome، على الرحب والسعة أو العفو. بعد كده معانا السؤال رقم 2، read the following، اقرأ التالي ثم أجب على هذه الأسئلة. حاول تفهم معايا القطع كده بتتكلم على إيه عشان نقدر نحاول نحل الأسئلة دي بشكل صحيح. بيقول لك جيراش إذا رومان سيتي، مدينة رومانية، in Jordan، في الأردن. It is more than، إنها تقريبا أكثر من 2000 years old، عمرها كام؟ 2000 عام. When you go there، عندما تذهب إلى هناك، the first thing، أول شيء you see، تراه، is the entrance، هو المدخل، to the city، إلى المدينة. The arch، القنطرة اللي موجودة هناك، is very tall، طولة جدا. You must buy، لازم تشتري a ticket، تذكرة، before you go on، go in، قبل ما تخش. The Roman، الرومان، enjoy، استمتع، watching، مشاهدة سبورت، رياضة هناك. This is a stadium، هذا الاستاد، for Roman horse races، لسباقات الأحصنة الرومانية. You are enjoyed، you are watch، هتشاهد هناك. You can watch، تستطيع أن تشاهد races، السباقات، there هناك، today، اليوم. جراش has three Roman theater، لديها ثلاث مسارح رومانية. The biggest، الأكبر، theater، is the south theater، هو المسرح الجنوبي. 5000 people، حوالي 5000 شخص، can sit there، ممكن يجلسوا في هذا المين، الثياتر، المسرح. This temple، هذا المعبد، is on the hill، على تل. There is an amazing view، في منظر رائع جميل، the city، المدينة، from there، من هناك. I think، أنا أعتقد it's important، من المهم، to learn، أنت تتعلم، about historic places، أماكن التاريخية، around the world، حول العالم. We must protect، لازم نحميها، so that لكي people، الناس، can visit، ممكن يزوروا in the future، في المستقبل too أيضا. بعد ما قرأنا القطعة أو السؤال، choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. بيقول لك the underlined word، الكلمة تحتها خط، refers to، كانت تشير إلى north theater، المسرح الجنوبي، المسرح الشمالي. south theater، المسرح الجنوبي. stadium، الاستاد. temple، المعبد. يبقى south theater. النقطة اللي بعدها، there are three Roman، في ثلاثة للرومان، in Jerash. theaters، مسارح. races، سباقات. entrance، مداخل. cities، مدن. يبقى theaters. النقطة اللي بعدها، the underline word، كلمة تحتها خط، كلمة watch، يعني watch، تشاهد. means، معناها play، يلعب. take، يأخذ. make، يصنع. سيارة، سيارة. بعد كده بيقول لك answer the following questions، جاوب على هذه الأسئلة. give a suitable title، اعطي عنوان مناسب for the passage، للقطعة. أفضل عنوان اللي هو the city of جيراش، مدينة مين؟ جيراش. بعد كده what can you see، ماذا تستطيع أن ترى، from the temple، من المعبد، تستطيع أن ترى an amazing view، منظر جميل. النقطة اللي بعدها why do you think، لماذا تعتقد it's important، من المهم to predict، أن أنت تحمي history places، أماكن التاريخية، so that، لكي people، الناس، can visit it in the future، ممكن يزوروها فين؟ في المستقبل. بعد كده شباب معنا صفحة 195، بيقولك choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. good students، الطلاب الجيدون، should follow، لازم يتبعوا، the school، إيه، للمدرسة، rules، lines، ruins،
يبقى rules يعني ايه rules قواعد وقوانين. بعد كده أيمن is interested in مهتمي بي اهتم مهتمي بي horse ايه الحصان theaters المسارح temples المعابد columns اللي هو العمود races السباقات races. النقطة اللي بعدها Egypt مصر has a lot of لديه الكثير من نوع cities المدن هي which date back التي ترجع تاريخها to the pharaohs إلى الفراعنة ancient قديم وعتيق modern حديث recent حاليا new جديد ancient. النقطة اللي بعدها we visited زرنا زمات at the Karnak temple في معبد الكرنك yesterday بالأمس it was great fun كانت متعة جدا rules قواعد ruins حطام وبقايا pyramids الأهرامات tickets تذاكر يبقى ruins. النقطة اللي بعدها I would love أنا أحب to see نرى ذات فيلم هذا الفيلم زنوات says بيقول it is very funny إنه ممتع جدا ومضحك review النقد الأدبي listen الدرس history تاريخ research البحث review. اللي بعده شباب I know that you do more exercises أنت تعمل مزيد من التمارين regularly بشكل منتظم touch يلمس comment تعليق recommend يوصي forget ينسى recommend يوصي ويزكي. النقطة اللي بعدها people الناس wear بيرتلوا sunglasses النظارات الشمسية to not their eyes عينهم from the sun من الشمس affect يؤثر predict يحمي infect يعدي give يعطي predict يحمي. النقطة اللي بعدها be careful كن حذر you not eat تاكل healthy food الطعام الصحي must يجب أن mustn't لا يجب أن shouldn't لا ينبغي كلمة can't لا يستطيع يبقى mustn't لا يجب أن. آسف يا جماعة هنا be careful كن حذر you must يجب أن أنت إيه تأكل الطعام الصحي. النقطة اللي بعدها in the museum في المتحف you not touch تلمس the objects الأشياء must يجب عليك can't تستطيع mustn't لا يجب listen don't لا يجب عليك يبقى mustn't. اللي بعده all the students كل الطلاب must not to the to their teachers إلى مدرسيهم at school في المدرسة. خلي بالك إن كلمة must دي يجي وراها الانفينيتيف الفعل في المصدر يعني فعل بدون اضافات تبقى كلمه لسن. السؤال الرابع بيقول لك كومبليت ذا سنتنس كمل الجمل دي بالشكل الصحيح لما بين الاقواس. نمبر 1 يو نوت قال لك من قوسين ماسنت بوت يور رابش لا تضع القمامه اذا بن في سله المهملات يبقى يجب عليك ولا لا يجب يجب يبقى ماست. النقطه اللي بعدها must we not the rules القواعد فكلمة must يا شباب بيجي وراها الفعل فين في المصدر يبقى نشيل الإضافات اللي هو جايبها في كلمة following تبقى follow يتبع. اللي بعده you mustn't not in the museum نفس الكلام كلمة must و mustn't بيجي وراها الفعل في المصدر تبقى هنا run يدير أو هنا بمعنى يجري أو يدور هنا بمعنى يدير. بعد كده I get on a train أركب القطار with a ticket بالتذكرة yes you must هنا الإجابة هنا بمصر يا شباب السؤال كان بإيه بكلمة must.